مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الأول المتوسط المنهج الجديد. درسنا اليوم يونت 3 الستوري تايم، اليونت الثالث الفقرة المخصصة للقصة. بالبداية طبعا اسم القصة The Bear That Wasn't a Bear، الدب الذي لم يكن دبا. بالبداية Listen, Read and Find Out، استمع للأستاذ هو يقرأ هذه القصة. Read، اقرأها أنت. And find out، واكتشف. إيش أكتشف؟ أكتشف أجوبة هذه الأسئلة اللي بنطيني إياها قبل القصة وبعد القصة، موجودات بصفحة 35. طلع كتاب الطالب وياي صفحة 35، أشر الكلمات المهمة اللي راح نطلعها، لأن هذه القصة قصة مطلوبة بالامتحان التحريري. حاول أسجل وياها الملاحظات، لأن عندنا ضمن السؤال يعني يسأل الأستاذ بطريقة شفوية كتحضير يوم بداخل الصف، وعندنا تمرين خاص بها. كذلك من الممكن يجيني بالامتحان التحريري بالفقرة المخصصة للقصص. بالبداية نبدأ نقرأ القصة، نوضح مفرداتها، حاولوا تنشرون وياي مفردات هذه القصة. بالبداية يقول لي ريتشل، مولي and هيلين، ثلاث بنات، واحدة اسمها ريتشل، واحدة اسمها مولي، واحدة اسمها هيلين، وير كامبينج، كانت تخيم هذه الفتيات الثلاثة in the woods، في الغابة. It was a dark، كان الجو مظلما، and windy، وعاصفا، فيه الكثير من الرياح، outside، في الخارج. And the girls felt a little scared، وهذه الفتيات شعرت ببعض الخوف. scared معناها بعض الخوف. But none of them wanted to say how they really felt، لكن لا أحد من هذه الفتيات الثلاثة تريد أن تعبر عن هذا الخوف. يعني ثلاث بنات رايحات بالتخييم بالغابة والدنيا ظلمة يعني في الليل، وكان الجو ويندي عاصف، وكلهن ذن البنات الثلاثة شعرن بالخوف، لكن ولا واحدة من عندهن رادت تقول إنها خائفة، يعني مجرد يريدن يلهن نفسهن. instead، بدلا من أن نقول إن إحنا خائفات، they laughed، ضحكن، and joked، وقامن بالمزح، كانن يضحكن ويتمازحن nervously بقلق، يعني إن صحيح كانوا يضحكن ويتمازحن بيناتهن، لكن nervously معناها بقلق. listen، said Helen، قالت هيلين استمعوا. it's just started to rain، لقد بدأت تمطر. it's okay، we'll stay in the tent، it's nice and dry here، Molly replied. شردت عليها مولي، قالت لها it's okay، لا بس خلي تمطر. we'll stay in the tent، سوف نبقى في الخيمة. tent معناها خيمة، هاي كلمة راح تفيدنا بعد قليل. خيمة. It's nice and dry here، الجو لطيف وجاف هنا. Yes، we are all safe here، نعم نحن جميعنا بأمان هنا، said Rachel، قالت Rachel. The two others agreed، وافقت باقي البنات أنه يبقى بالخيمة وما يتحرك من مكانهم. لكن suddenly، فجأة، شنو اللي صار؟ suddenly، فجأة، the girls stopped، توقفت الفتيات laughing، توقفت الفتيات عن الضحك، and joking، والمزاح. شنو اللي صار؟ they looked at each other، ونظرا كل واحدة إلى الأخرى، نظرت كل بنية إلى الأخرى. do you hear that؟ they all asked at the same time، جميعهم بنفس اللحظة على ساعة توقفا عن الضحك وتوقفا عن المزاح، وكلهم قال مرة واحدة بنفس الوقت هل سمعتم هذا الصوت؟ there was something outside، لقد كان هنالك شيء في الخارج. they could hear a scratch sound، سمعوا صوت scratch. scratch معناها صوت خدش أو خربشة. sound، it was getting louder and louder، والصوت أصبح يعلو ويعلو أكثر. إذا على ساعة توقفا عن الضحك، ليش؟ لأن سمع صوت هذا scratch، صوت الخدش أو الخربشة. it's a mouse، asked Molly، قالت هل هذا ماوس؟ هل هذا فأرة؟ no، it's bigger، قالت لها لا. هيلين جاوبتها قالت لها لا، هذا شيء أكبر. maybe it's a fox، said Rachel، قالت ريتشل ربما يكون fox، ثعلب، sounding unsure، وتبدو بعد ما قالت هذا القول قالت ما متأكدة بس أعتقد هذا ثعلب. the noise was getting louder and louder، ثم أصبح الصوت يعلو أكثر فأكثر. خلنا نجي نشوف شنو اللي صار بعدها. وراها it's looking for food، said Molly، قالت مولي إنه يبحث عن طعام. but all our food inside the tent with us،
لكن الطعام كله كل الطعام اللي جبناه ويانا بالخيمه. It's a beer, Helen whispered loudly. شوف هنا ايش قال؟ قال whispered، هاي الكلمه كلش مهمه. whispered معناها همست، همست بصوت خافت، ايش قالت لهم؟ قالت لهم It's a beer، انه دب، انه دب. من هي اللي قالت؟ قالت هيلين. هيلين قالت يمكن هذا دب، قالت بصوت خافت، بدا الرعب يبدي على وجهها. She looked very scared now. شوف هنا ايش قال؟ قال والان بدت عليها او بدا على وجهها الخوف جدا. The three girls held hands tightly. شوف هنا بعد ما خافن او كلهن بين ان خايفات، وحده لزمت ايد الثانيه tightly. tightly معناها بقوه. Scratch, scratch. The scratching sound was getting louder and louder. بعد الصوت مستمر، صوت الخربشة، وأصبح يعلو ويعلو أكثر. Maybe one of us should go outside and look, said Molly. إيش قالت مولي؟ قالت لازم واحدة من عندنا، ربما يجب على واحدة منا أن تذهب إلى الخارج وتنظر. They're all agreed that was a very good idea. كلهم وافقوا، لكن وكانت فكرة جيدة جدا. Scratch, scratch. رجع الصوت مرة ثانية يطلع. هم كل ما يحاولون يطلعون عمود يبدأون شنو السالفة، الصوت يكبر وبالتالي يخافون يطلعون. I don't want to go outside. The bear might eat me, cried Helen. بكت هيلين أو صرخت هيلين، قالت أني ما أريد أطلع برا لأن ما أريد الدب يأكلني. The other girls were thinking on the same thing. وباقي البنات كذلك هم يخافون على نفسهم، فكرا بنفس الشيء أو بنفس الطريقة. Instead, all the three girls sat in the tent. بدلا من هذا، بدلا من يطلع يشوفون شنو السالفة، ظلا بالخيمة listening to the scratching sound get louder and louder. ظلا بداخل الخيمة يسمع عن هذا الصوت، صوت الخربشة يعلو أكثر فأكثر. All three got more and more scared. والفتيات الثلاثة بدأن يخافن أكثر فأكثر. When morning came, وعندما جاء الصباح, the rain and the wind stopped. توقف المطر وتوقفت الرياح. Slowly, وببطء. Very slowly, ببطء شديد جدا. Rachel looked out of the tent. Rachel ذهبت نظرت خارج الخيمة. She didn't see any sign of a bear. لم ترى أي علامة للدب or a fox أو ثعلب or even a mouse أو حتى فأرة. إذن هي لما طلعت وشافت مدة رأسها، شافت على مود تشوف شنو خارج خيمة، لا شافت لا دب ولا ثعلب ولا حتى ماوس فأرة. What was making the noise؟ زين شنو هذا الشيء اللي كان يصدر هذا الصوت أو هاي صوت الخربشة؟ بس هنا انتبهي، إذا ترجعون للصورة شوفوا هاي الصورة، من الممكن، من الممكن هي يعني ما موضح لي أو ما منطيني بالقطعة داخل القطعة الفكرة الأساسية من هذا الصوت، لكن إذا ملاحظين بهذا الجزء من الصورة أكو شجرة، وهاي الشجرة فرع من فروعها، الفرع نسميه برانش، فرع، فرع من فروعها طاخ بالخيمة. فبما أنه بالليل صار صوت أو صار رياح، هذا الفرع مال الشجرة كان يصطدم بالخيمة وبالتالي يطلع صوت الخربشة هذا. بس هن لأن الموضوع كان أو لأن هن كان بايتات بالوز بالغابة وكان الجو أظلم وكانت الرياح قوية وكان المطر موجود، فهن وهن ثلاث بنات ما يقدرن يسوون شيء، شعرا بالخوف، والخوف خلاهن أو جبرهن إنه يبقى داخل الخيمة ويتخيل تخيلات إنه ربما يكون هذا دوب، ممكن يكون ثعلب، ممكن يكون فأرة إلى آخره. لكنه بالحقيقة هو الفرع اللي طالع من النخلة يطخ بالخيمة ويطلع على الصوت. بس شو يقول لي؟ يقول لي جاوب على هاي الأسئلة. هذه الأسئلة يسألها الأستاذ داخل الصف كتحضير يومي، يعني من الممكن أنه تجي بالامتحان التحريري، لكن ذن الأسئلة غالباً تجي كتحضير يومي يسأل الأستاذ داخل الصف. أما الأسئلة اللي راح نحلها كتاب النشاط هي اللي تجي بالامتحان. بس شو يقول لي بالسؤال الأول؟ يقول لي Why are the girls scared؟ لماذا الفتيات خائفة؟ إحنا من خلال القصة، من خلال قراءتنا للقصة، لاحظنا أن ليش البنات كانوا خايفات؟ لاحظنا من خلال القصة أن البنات كانوا خايفات لأن سمعوا صوت هذا الصوت الخدش أو صوت الخربشة. فأقول because لأنهن because they heard لأنهن سمعن scratch، لاحظوا هاي الكلمة scratch noise صوت خدش أو صوت خربشة، أو أقول because they heard
noise, مجرد الناس سمعان صوت outside of the tent, خارج الخيمة. النقطة الثانية, what made the noise? شنو هذا الشيء اللي سوت هذا اللي عمل هذا الصوت؟ لاحظنا مثل ما وضحنا من الممكن أن يكون صوت جذع أو فرع هذه النخلة اللي طلع هذا الصوت. فأقول the branch of the tree, الفرع أو الغصن مال الشجرة اللي مجاورة لهذه الخيمة. هذا السؤالين أمامك, حاولوا تقلوهن لأن على ما تروحون للمدرسة محضرين. إذا سألت الأستاذ كسؤال شفوي بداخل الصف. الآن نجي على الأسئلة اللي غالباً تجي بالامتحان التحريري اللي موجودات التمرين رقم واحد لكتاب النشاط. شو يقول لي؟ يقول لي Who are the characters in the story? من هي شخصيات القصة؟ من هم الشخصيات الثلاثة بالقصة؟ ريتشل ومولي وهيلين. هنا الشخصيات الثلاثة اللي موجودات بالقصة, ثلاث بنات رايحات للتخييم اللي هن مننا ريتشل ومولي وهيلين. النقطة الثانية, What is the story about? عن ماذا تتحدث هذه القصة؟ تحكي عن three girls, ثلاث فتيات, who went, التي ذهبت, هذه الفتيات الثلاثة ذهبت camping, ذهبت للتخييم in woods, في الغابة. بعد النقطة الثالثة, The girls laughed and joked nervously. الفتيات ضحكت وكانت تتمازح بقلق. Why were the girls nervous? ليش كانت هذه الفتيات قلقة؟ وضحنا بالقصة أن الفتيات كانت قلقات because لأنهن they were scared, لأنها كانت خائفة, لأن الفتيات كانت خائفة. أو أقول because they heard loud noise, لأنهن سمعن loud noise, صوت خربشة أو صوت خارج الخيمة. Which animals do girls think are making the scratching noise? ما الحيوانات التي اعتقدت هذه الفتيات أنهن يصدرن هذا صوت الخربشة أو صوت الخدش؟ ثلاث حيوانات فكرن. أولا deer, الدب. ثانيا fox, الثعلب. وثالثا الماوس, الفارة. وهكذا. فالنقطة الرابعة واللي بعدها يقول لي the girls agree that someone should go outside or look outside. الفتيات اتفقن انه لازم واحد يطلع يشوف خارج الخيمة. But why don't any of them want to do it? لكن ليش ولا واحدة من ذن الفتيات قبلت انه تروح تنظر خارج الخيمة؟ ذكرنا بالقصة انه ثلاثة كانت خايفات. فأقدر أقول نفس الطريقة, نفس جواب السؤال السي, فأقول because they were scared, لأنهم كانوا خايفات. خايفات إنه من الممكن يكون دب وبالتالي هذا الدب يأكلهم. Do you think the girls go outside the tent? Why? هل تعتقد بأن الفتيات عليها أن تذهب خارج الخيمة ولماذا؟ أنا أقول لك أنت برأيك المفروض إن البنات ذن الثلاثة لازم واحدة من الاثنين تطلع, ثلاثة تاني يطلعان. إذا يطلعان ليش المفروض يطلعان؟ أكيد لازم يطلعان. أقول لي I think أنا أعتقد they should look outside, لازم يطلعن, لازم يشوفن خارج الخيمة. ليش؟ على مود شنو؟ شنو السبب؟ to know, لكي يعرفن, على مود يعرفن what is going on, على مود يعرفن شنو اللي بيصير أو شنو هذا الشيء اللي بيصدر هذا الصوت. What do you think was making the scratching noise? نفس السؤال اللي سألني قبل شوية. ما الذي باعتقادك أنه ده يصدر هذا الصوت؟ أقول the tree, الشجرة, beside the tent, الشجرة اللي بصف أو اللي بجانب هذه الخيمة. أو أقدر أقول the branch of the tree, الفرع أو الغصن ما الشجرة هو اللي كان يصدر هذا الصوت. Imagine you are in a tent. يقول لك تخيل انه انت بهاي الخيمة outside night, في الخارج وفي الليل, and you hear a strong noise, وسمعت صوت قوي. What should you do or what would you do? ما الذي سوف تفعله؟ انت تخيل نفسك انت مكان هذه البنات الثلاثة, شنو اللي راح تسوي؟ اقول I would go outside,
كان طلعت برا او على الاقل اعرف شنو اللي يصير، اروح اشوف او انظر القي نظره بالخارج، خارج هذه الخيمه، انا مود اعرف شنو اللي يصير بخارج هذه الخيمه. هذا ما يخص تمرين رقم واحد. هذا التمرين تمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحليلي. يجيني مثل ما هو يا سؤال بالسؤال المخصص لقصص الكتاب. هاي الحلول أمامكم، حاولوا تنقلوها بالدفتر وتحفظوها لأنها مهمة جدا بالامتحان التحرير. الآن ننتقل إلى تمرين رقم 2، يقول لي make your notes to the story، كون ملاحظات عن هذه القصة. بالبداية يقول لي التايتل، عنوان. شنو عنوان القصة؟ The bear، الدب، that wasn't a bear، الدب الذي لم يكن دبا، اللي أتخيل أنه دب بس هو مو دب بالحقيقة. Why I didn't like the story. من كالعادة يسألك إن أنا، يقول لك did you like the story؟ هل أحببت القصة؟ Why؟ لماذا؟ إذا حبيتها توضح شنو سبب حبك للقصة، وإذا ما حبيتها كذلك شو توضح شنو السبب. فعلى سبيل المثال أقول له I liked the story. أنا حبيت القصة. ليش حبيت القصة؟ تعطي سبب. Because I like horror stories، لأني أحب القصص المرعبة. وهكذا new words، شنو الكلمات الجديدة اللي تعلمتها من خلال هذه القصة. على سبيل المثال كلمة branch، branch معناها فرع أو غصن، غصن الشجرة. tent معناها خيمة. fox معناها ثعلب، إلى آخره. الطالب هنا يكتب كل الكلمات اللي تعلمها من خلال هذه القصة. هذا التمرين مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي. هذا كل ما يخص درسنا لهذا اليوم. لاحظنا انه درس بسيط جدا بفقط تمرينين. التمرين الاول متعلق بالقصه، القصه وضحناها، وضحنا مفرداتها وحلينا الاسئله المتعلقه بها. طبعا ملاحظه قبل ما انهي هذه الحلقه، الاجوبه من الممكن ان تستخدم كلمات اخرى بدلا من الكلمات اللي انا استخدمتها. يعني على سبيل المثال النقطه اي، يقول لي the girls agreed that someone should look outside the tent، الفتيات اتفقن على أنه لازم يباعد خارج الخيمة. But why don't any of them want to do it؟ لكن ليش ولا واحدة من عندهم رغبت أو أرادت الذهاب خارج الخيمة؟ أنا جاوبت أقول because they were scared، لأنهن كانوا مرعوبات، لأنهن كانوا خايفات. Because they were afraid of the bear، لأنهن كانوا خايفات من الدب. أقدر أستخدم كلمات ثانية، يعني كلمة scare أقدر أستبدلها بكلمة أخرى. مثل شنو أستاذ؟ مثل كلمة afraid of bears، كان خايفات من الدب، لأنهم بانتقادة من الدب. Because they think أو they thought، لأنهن اعتقدن that there is a bear outside the tent، لأنه اعتقدن أنه أكو دب خارج الخيمة. إذن إلى أكو أكثر من طريقة لإجابة هذا السؤال، مو إلا تتقيدون بالإجابة اللي أنا كتبت لكم إياها. لذلك من الممكن أن الطالب يبدأ ويستخدم كلمات أخرى بدلا من الكلمات اللي أنا استخدمتها. أنا هاي الحلول أمامكم، تقدرون تنقلوها وتعتمدون عليها، لكن من الممكن أن تستخدمون غير حلول. هذا كل ما يخص درسنا هذا اليوم. درس بسيط جدا، أخذنا به قطعة الدب الذي لم يكن دبا، وضحنا مفرداتها، حجبنا عن الأسئلة المتعلقة بها، ولاحظنا باقي أنشطة هذا الدرس أنشطة صفية غير مهمة للامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي. ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو. اي سؤال او استفسار او اضافه تحبون تقدموها تقدرون تتواصلون معي على حسابات الموجوده اسفل الفيديو في الوصف.